أسوأ الأصوات، لجنة التحكيم مسعود بن شعفول ودي أسمع له تحية. كذلك بهاج الأكلبي ودي أسمع له تحية. وعبد الله الشهراني ودي أسمع له تحية. طيب، في البداية راح نعلن عن لقب النجر الذهبي واللي راح يسلمه بهاج الأكلبي، ومن ثم اللقب الكبير اللي هو ذا باد فويس. طبعا النجر الذهبي هو المركز الثاني في هذا التنافس، والدرع هو المركز الأول. أنا ودي أسمع صوت دقيقة بس يوتر المتنافسين والمتسابقين. في بعض المتسابق أحمد، تفضل أحمد. أحمد تم استبعاده الآن من المنافسة لأن صوته كان حلو، لكن وحضر بشخصيتين وكان هذا الحرامي اللي سواه المشهدين. اي نعم، فراح نستبعده وهو موجود الحين في المدرج الحاله، واللي على المدرج يتفرج. يتفرج. طيب، قبل اعلان النتائج احنا نشوف اليوم ما شاء الله اكثر من متسابق حاضر في هذا التنافس. انا ودي اسمع صوت كذا يربك المتنافسين في هذه الجائزه وفي هذا التنافس. ذا باد فويس، من سيحصل على لقب ذا باد فويس؟ ابوك ما يبيك. طيب، قبل اعلان النتائج مشاهدينا الكرام، احنا ودنا نوجه شكر خاص للفريق القائم على هذا التنافس، الفريق اللي اظهر لنا هذا الابداع. خلوني اقول لكم معلومه، هذا اول منافسه. بسام تفضل هناك. اول منافسه واول تنافس على أسوأ صوت ذا باد فويس. خلونا نشكر دعم او فريق دعم مسعود بن شعفول. هذا الفريق اللي قام بهذا العمل، كذلك فريق المحتوى الابداعي في برنامج سكريبت والاستاذ عبد العزيز العصيبي اللي طوروا هذه الفكره لتظهر بهذه الصوره وبهذا الاخراج وبهذا التنافس. للامانه المحتوى الابداعي دائما حاضر بشيء متميز ينهض بهذا البرنامج وهذه القناه. كذلك نشكر القائم على برنامج او فقره المحتوى الابداعي الاستاذ سعود العتيبي. انا ودي فريق دعم مسعود بن شعفول، احنا ودنا نسمع كلمه من مسعود بن شعفول. يا مرحبا بك استاذ سلطان، والله اشكر فريق الدعم، الله يبيض وجيههم ويرحم والديهم، احنا بدونهم ولا شيء. واشكر عبد العزيز العصيمي اللي طور من ذا الفكره، هم عطوه الفكره هو طورها. الله يبيض وجهك يا ابو سلطان، ويكون عندك خبر، نحن بدونك ولا شيء، لا انت ولا جميع الطاقم. الفريق، المخرج حسين، والمصور عبد الرحمن، والمهندس منيب، وخالد وعبد الله واباضه وكل الشباب ومنيب. والله ولا نشكر ولا ننسى ان نشكر اخونا سعود العتيبي، الله يبيض وجههم جميع ويرحم والديهم، ولا ننسى البطل المجهول. شكرا. للامانه مهندس الاضاءه كذلك المهندس يوسف يستاهل التحيه، كذلك اداره القناه ممثله بالاستاذ زياد الشهري ورئيس القناه الشيخ عبد الرحمن الحسين، للامانه على جهودهم الكبيره، والشيخ ابراهيم الحسين اللي حاضر دائم وداعم لهذا البرنامج، كذلك مسعود وفريق دعمه حاضرين اليوم بفود ترك بعد هذه المنافسه وهذا التنافس. الشيخ مسعود بن شعفول يبهرنا يوم بعد يوم. انا للامانه ان فريق دعمك جاب فعالية ممتازة جدا وسبق يشكرون عليه، طورت من المحتوى الإبداعي الأستاذ سعود العتيبي والأستاذ عبد العزيز العصيمي اللي دائما يحضرون بالإبداع. اليوم تنافس أسوأ صوت، لمن